اليوم قررت اغير حياتي. علاقاتي ويا السيارات يا اخوان جدا ضعيفه. تخيلوا مره من المرات سحبت سياره بايدي، تخيلوا مره من المرات سقت لامبورغيني. حرفين كل شيء سويت بس بشتريت سياره. مشكلتي الوحيده يا اخوان انه السياره ما عندي، واليوم قررت اغير هذا الشيء. اليوم مو بس راح اشتري سياره احلامي، وانما حفتح معرض اخلي بيه سيارات احلامي. نعم يا اخوان، اليوم عندنا لعبه محاكي السيارات، اللعبه اللي ديجا يثبرنا بيها كل شوي. وقبل ما نبلش، اكو نسبه كلش كبيره قاعد تشوف هذا الفيديو هم مشتركين بالقناه، اشتراك ببلاش ودائما تقدر تغير رايك، فاشترك. واذا كلش تريد دليل اني تقدر تفعل زر الاشعارات وبس، خلينا نبلش. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم يا اخوان، راح نتوكل نروح للمكتب مالتنا. عندي هاي السياره لطيفه قاعد اتنقل بيها، سياره جدا متواضعه، ونفس الوقت سرقت عدد كبير من فلوس ديجري لحتى اشتغل بين وحتى ديجري يفلس. فهذا المعرض مالتنا يا اخوان، البسيط اللطيف، ما بي لا اسم لا ترتيبات، جدا جدا سخيف. يا الله يا الله، باع الوسخ ضابين هنا قطيه، شنو مكتوب عليه؟ كوله قطيه مال كوله. جيب باخذ الوسخ. احنا من يدي من يذب هنا؟ من يدي يذب زميل؟ اكو واحد يذب، انا شاك بذول اللي قبالي، مين يذب زميل؟ يلا يلا، ما يخالف ما يخالف. طبعا يا اخوان مالتنا المعرض لازم بدايه نعطي اسم هيك حسب بيض، لازم نخلي له اسم. فنطب من غير المكتب، بسم الله ما شاء الله مكتبي كلش حلو ما شاء الله من المنفذ. نطب حاليا يا اخوان، نخلي اسم للمكتب مالتنا. ممكن خلينا نعطي اسم، شو نسميه؟ نسميه ديجري نوب، وما يعرف لا لا، ايش اسم حيطلع من برا، نخليه ديجري نوب، بس ديجري نوب لا اكثر ولا اقل. اوكي يا اخوان، نوزع هيك بهذا الشكل ونقول بسم الله. حلو، هسه الماركت مالتنا اسمه صار، شوف والله نشوفه المعرض ديجري نوب. الله كلش حلو، بعد لي يشتري يقرا اسم ديجري نوب قبل يشتري يا اخوان. زين بدا احنا سياره ما عندنا، بس هاي السياره السخيفه صراحه. اوكي يا اخوان يا اخوان، تخيلوا انا قاعد انام الحرسه. وين قاعد انام الحرسه؟ قاعد انام بحاوي هاي. اي نعم، هاي غرفتي يا اخوان، هذا بيتي. زي حمام؟ ماكو حمام، شلون يعني؟ ترى مو طبيعي حمام، تخيل بردات ما عندي خل خشب هنا. لا لا، هذا الموضوع ما يفيد، لازم نشتري لنا بيت بهاي الحلقه. اوه هذا البيت للبيع. نعم يا اخوان، بيت جميل صراحه للبيع. خلينا نجي تشيكي نلاقيكم البريد. اوكي امي جيران هنا هادئين شكلهم، هنا هادئين، جيراننا حلو والله تمام، الحديقه حلوه، هذا الجراج مالتي يعني فول فول صراحه، بيت كلش حلو. جيب جيب اشتري. بسم الله الرحمن الرحيم، يا الله افتح لنا البيت. اوه حلو، هذا السيت اب مالتي، خليه اخوان اعمل اصوركم مقاطع. اوكي حلو، هاي الغرفه مالتي جدا جميل. سؤال يا اخوان، ليش البيوت ما بيها حمامات؟ شو الشخصيه ما تروح الحمام مدافتين؟ بس اوكي اوكي، لا لا اهم حلو نقدر ننام، فخلنا ناخذ لنا نومه. اليوم اريد اشتري سياره احلامي. اليوم شنو اليوم يا اخوان؟ معرض السيارات مفتح، نركب باص. ليش السياره ايش طابقيها سيارتي؟ روح للمعرض مال السيارات، اريد اشتري سيارات احلام، اريد لامبورغيني، اريد بورش، اريد فيراري، كل شيء اريد يا اخوان. بعد القشبه هنا هذول يقصون بالعالم. نبدي على سياره لا سخيفه سخيفه سخيفه. اوه حلوه حلوه، بس مو سياره احلامي والله. اودي هاي حلوه صراحه، الاودي. اوه مرسيدس يا اخوان، هاي عجبتني هاي عجبتني، رقمها كلش حلو. خلينا نسال صاحبه بيش يريده. نقول لي 70,000 حتى توكل بيها بوجهي. خابك الخرج. ها 80,000 اخر سعر، صدقنا اخر سعر، اشترينا هاي السياره. اريد اسوي يا اخوان معرض رهيب، اخلي بيه سيارات احلامي فقط، ذني السيارات. شوف هاي السيارات الرخيصه، لا مري مري، اريد سياره احلامي فقط. اوكي هاي السياره شنو سعرها؟ والله سياره غاليه يا اخوان، نقدر نستفاد منها ب 180 واروح، هو يريدها 209. قبل قبل الزمان، لو السعر رخيص. هاي السيارة انا حيس ربحي راح يكون بهاي السيارة، وهسه راح اطلع اخذ بيها تراي، راح اطلع اخذ بيها تيست يا اخوان. ما انا راح اشتغل فقط على السيارات الغالية، هاي السيارات الرخيصة كلهم راح ابيعهن، ما اريدهن، راح ابيعهن بلاش اصلا الطين. شو رايكم نروح نقيس سرعتها بالصحراء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم يا اخوان راح نسوي اختبار السيارات، راح نسوي اختبار للسرعة بالصحراء. عندنا قدامنا طريق طويل، فراح نقول 1 2 3 بسم الله. بس قوة والله سريع هاي يا اخوان، هاي يمكن سيارة احلامي، افكر ما ابيعها صراحة، جدا حلوة عجبتني عجبتني. ايش قد نقدر نوصل 200 بالسرعة؟ 200 بالسرعة، ليتس جو، وصلنا 200 بالسرعة. بس اريد فد فيراري، بورش، لامبورغيني، بوغاتي، ليفل ليفل عالي، تعرفون شلون ليفل عالي يعني، مو هيك حي الله. لا 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 لا، هوب 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 هوب. لا لا يا اخوان السيارة رهيبة وعجبتني صراحة، بس نروح نرتبها نجنبوزها حتى نعرضها للبيع. يعني هسه اشترينا مرسيدس، اشترينا يا اخوان بي ام صغيرة قديمة، صراحة جدا حلو بس نريد نتطور أكثر، فخلينا نجي نرتبهن. تعال عزيزي، أريدك ترتب لي إياها. اللون بالنسبة للون، أول شيء نسويها بولش فول، إي إيش أريد هيك. واللون الطينية، والله الألوان كلها حلوة، الأخضر حلو صراحة، الزرقاء حلوة، الأحمر حلوة، والأصفر حخلي أخضر، حبيت الأخضر. الله 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 الله، رهيبة حرفيا
فعليا رهيب. اطبق لي اياها اطبق لي اياها. هاي رهيبه، هاي اريدها بالواجهه. اول سياره اريد من يدخل الشخص قبل يشوفها بوجهه. لان السيارات خلنا نشمرها بالتصليح يا اخوان، عندنا سيارات هنا ودي لي اياهم بالتصليح. انت روح للتصليح، نجي ننظف المرسيدس يا اخوان، تنظيف سريع، تلميع، اريد ترتيبات فول. اي لمع لي اياها. هاي السياره ننظفها من على السريع، اريد كل سيارات نظيفه وكل سيارات تلمع. فراح اصلح السيارات ذني يا اخوان، وباكر من صراحه اريد اطلع همين اشتري سيارات جديده ذني ما عاجبني صراحه، بس المرسيدس حلوه. دق لي اياها تصليح، صلح لي هاي هميني. هاي يا اخوان، هاي بيها ربح مو طبيعي. هاي السيارة راح نربح بيها ربح كلش مو طبيعي. هاي يا اخوان تصير بي ام قديمة، راح نربح بيها ربح كلش مو طبيعي. فصلح عزيزي صلح، طبوا بايدك بالسيارة. عندنا هاي خلصت، يا الله نصعدها. عصبغ سيارات يجيب لون فاقع مميز، يخلي العالم تحب شكل السيارات. خيل الوساخة مالتها يا اخوان 100% وسخة، ماكو سيارة 100% وسخة. وقف ليها بالاخير شمون ليها، حتى اذا ما حنشتريها على الطياب بلاش. وهاي كملت تصليحها يا اخوان، هاي السيارة راح نربح بيها، يا الله نشغلها. هاي راح اصبغها يا اخوان 100% اصبغها، لانه بالربح مالتها حيصير كلش عالي. اريد لون والله الاحمر حلو، الازرق حلو، الاخضر هم كلش حلو. هذا يا اخوان لون اصفر شعبالك ذهبي، حبيته كلش. جيب. لا سيارة صراحة يعني ابدعت 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 انا بالذوق. بس باوة يا عمي الترتيبات باوة. امشي ودي لي بصف المرسيدس، بصف المرسيدس وقف لي هاي. اريد اسوي يا اخوان جراج احلامي، ما راح ابيع ولا سيارة، بس مجرد راح اشتري. اريد اسوي جراج احلامي. هاي صبغها يا اخي ما عاجبني، ما بيها لمعة، اريد لمعة، اريد لمعة، اعطيني لمعة. اي هسه 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 حبيت اني هسه تمام. شوفوا يا اخوان السيارات الخايسة حخليني بهاي الجهة، من هاي الجهة حتى ما نشتريهن. اوكي ايش اكسرهن ذني، والسيارات القوية خليهن من هناك. اوكي ذني يا اخوان حرفيا ذني اكسرهن، ما اريد اكسرهن ذني قلت لك اكسرهن، ما اريد. ما اتوقع احد راح يشتري اليوم، فايش راح اسوي؟ راح اروح انام حتى باكر ان شاء الله ينفتح المزاد. والله الجيران ماكو واحد عنده سيارة حلوة شيء. اوه والله تشارجر هاي يا اخوان هنا، هاي عندي بس باع مضروبة، صاير بي هاي تشارجر بيش والله 30,000. اذا ناخذها ب 23 يكون شيء ممتاز. خابك الخرج، ما قبلت 25. اوكي يلا، لا حلوة حلوة تشارجر حلوة، بيها مجال بيها مجال. وديني اياها تصليح، وديني اياها تصليح. عشان الجيران يا اخوان اشترينا تشارجر من جيراننا، بس احنا شنو محصور دور الحمام شلون؟ ماكو حمام. اخ بسم الله الرحمن الرحيم يا اخوان، قعدنا من النوم. ايه اليوم المزاد يبلش ب 12، من ال 12 انا حقدر ارتب سياراتي اعرضها للبيع، لانه احتاج فلوس يا اخوان، اريد اشتري كل السيارات بالمزاد من الاخير. وين التشارجر؟ صلح لنا التشارجر، اريد تصليح فول ترجع لها جديده. حتى اخذ التشارجر من انا يا اخوان، اروح اصبغها، اصبغ من هذا مرتب لي الماء حلو فد لون هيك يجذب. والله التشارجر شكلها سريعه كلش، خمس بعد صاير بيها ابوهم اشتهي هذا اللون، ما ادري حبيته. لا صراحه يا اخوان حبيت اللون، عجبني اللون عجبني، بس يراد له تنظيف. شد قاعد هنا انا، تعال اشتغلي انا، تعال امشي امشي، نظف لي. ليش قاعد هنا انا؟ مو حرامات؟ نظف يلا. يا الله تشارجر جديده جت للمعرض، واليوم المزاد. وقف يم ذني السيارات القويه، ما وقف هناك يم ذني الخايسات. اويلي وانا هذا موظفتي، انت موظفتك تعال نظف، تعال سوي شيء. اوكي يا اخوان فتحنا المكتب، خلينا نلمع السيارات شويه، لمع ليها. نريد تنظيف فول درجه اولى، تنظيف يجي الواحد يشوفها قبل يشتري السياره. يا ابا هاي ايش قد وسخه، هاي شاب اوسخ يا اخوي، شاب اوسخ. تخيل التشارجر بعد اوسخ من هاي، هاي ايش قد وسخه، تشارجر بعد اوسخ، بعد تشارجر الوسخ كاتله كتل. يا عيني يا اخوان ورا التنظيف حتطلع صدق تخبل. شوف الوسخ، شوف تشارجر ب 25 اشتريناها نعرضها 50. الزعره يا اخوان اشتريناها ب 180 نعرضها 400,000. المرسيدس اشتراها ب 80,000 200,000. اليوم اضرب بالاسعار، انت بيش اشتريناها 75,000 نعرضها ب 100. الاخيره ب 6,000 مشتريها عرضها ب 10 ببلاش. هل بابا كلهم ما يجون هنا؟ لا يجون عذن السيارات، جو على المرسيدس والله حبوها. عرضها ب 200,000. 200,000 باع يا اخوان كمية الناس اللي جوا على المرسيدس، كل ذولي على المرسيدس. بيش 200,000 يلا 160 تروح يا ولا اضربك، توكل يلا انت متفاعل بيك. باوع 120 وتوكل بالله، غير سعر ما عندي. يلا 120 خذها، الله ياك اخذها الله ياك. لا يا اخوان فتح المزاد. لا 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 تنباع سياره، لا يا رب الحق علي. اودي لك اودي مبيوع لك لك اعطيني تذكره، اعطيني اقعد. اودي لا راحت، لا هاي سيارة بيض صراحة، بيها ربح بس بيض. ايش راح اسوي؟ راح ازيد عليهم المزايدة واعوفهم بالاخير، حزايد مزايدة عالية وبالاخير اعوفهم على 65,000 واعوفهم. لا طول يوم ما اريدها، احنا ربحنا سيارة حنس يا اخوان، وهاي ما عجبتني فما راح ازود عليها، راح اخبث. لا انا كل ما اخبث اعطوني السيارة، ماكو ايش حكي. بابا مو سيارات، نعلان. يبا علمنا يا اخوان السياره بالجراج، باع كميه العالم اللي يريدون يشترون السيارات يا اخوان. عايز اشوف كميه العالم. اوكي تبيش تشترون؟ اريدها ب 400,000. والله حلو السعر، شنو رايك ب 300,000 وتتوكلين بالله؟ الف عافيه. التشارجر بيش تريديها اني؟ 31,000. شنو بايقها التشارجر اني؟ انت بيش شكلك راح تشتري، عاجبني. 35,000 وتوكل بالله، ما اريد السياره، انا اصلا سياره ما اريد. الله وياك. زين انت بيش تريديها؟ جي اف وجرجيت عليها لين ب 10؟ لا ما اريد ب 10 دولار، اريد 50 دولار.
صدق والله 50 دولار ما عندك؟ لا يا جليف 11 دولار زين. 11 دولار ما عندك؟ صدق تحكي؟ روح خذها، روح سمو زغنبوت، روح انت بيش تريديها؟ تبي انت بيش تريديها؟ 95 وتوكل، لا علي ولا عليك، يلا 95 توكل حتى ما حد يخسر. حلو حلو، بالعافيه بالعافيه، الله ياكم. والله يا اخوان خوش خوش ربحنا ربح اليوم، عارفين يا اخوان رجعنا الفلوس اللي اشترينا بيه سيارات، فشي كلش حلو. ذني السيارات الخايسه راح نطبقها هنا. اليوم يا اخوان ربحنا 411000 دولار، يعني انا ترهم لي هاي الشغله، بالك دقرا. اليوم همه زاد، اليوم انا متامل اطق لي فيراري. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح المكتب. خوي وين كنت انت البارحه؟ وين كنت البارحه؟ تعال تعال تعال. وين كنت البارحه؟ وين كنت؟ شيل. يلا. ليش هيك شالها هذا؟ ما عاجبك. يلا يا اخوان نستفتح، ننظف السيارات على السريع. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدر نخلي هو ينظف السيارات، بس شنو يا اخوان الموضوع شويه يكلف، فبالبدايه راح ننظف سياراتنا احنا عادي. اوكي هات لي تشتري السياره. يلا استنى فتحنا والله جو العالم. هلا شوفوا يا اخوان، بس جو الناس خليلي انه ماكو سيارات حلوه. قولي عيني 100000 اريد. والله سعرك حلو 95000 وتوكلي بالله وما نزغ هذا السعر، وشك واحد خليه يطلع، شك واحد بظهرك. لا اذا ما عاجبك تشب. اوكي اوكي بالعافيه بالعافيه. المزاد راح يفتح الساعه 11، نظف السيارات على السريع. حلو نظف نظف، تعال ساعدني هول، تعال نظف لنا على السريع. هاي تنظيفه والله السياره خطيه، شارع اوسخ يا اخوان. هذه السيارات يا اخوان هيك عارضه والله من لا شاره يعني. تفضل حبيبي، هذا شكلي يا اخوان يدفع فيها فلوس هواي. لا لا مرتب، حذائك مرتب، شعرك مرتب. قول 60000 اريد اني 47000، تدري شنو 50000 وروح للطيبين هاي بحياتهم مسوي لها. توكل بالله. يلا الله ياك الله ياك الله ياك. انت شنو في تيلتك؟ حجية. وقف وقف، شنو هذي؟ هذا متحول وجيبي لحية بس عده. ما بيع طبعا، ما بيع لك. يلا يلا هاي السيارة ما بيع حليجي ناس. يلا يلا الله ياك الله ياك. يلا 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 يلا. قول حبيبي قول اغاتي، قول شو تري سيارة اعطيك اياها ب 100 دولار عادي، بلاش بلاش اعطيها. قول بيع 50000 خسارة بس يلا روح 50000 يبيع. يا اخواني المزاد ان شاء الله اليوم احصل لي منه فيراري، انا احس المزاد احصل لي منه فيراري. السلام عليكم، بس تذكرتكم والله غالية صراحة. هو انا جاي اشتري، انا جاي دامباك عليش 300000. الا الا بلش 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 بلش، انا اقدر اشتري كل المزاد هسه حرفين. بس ليش؟ اريد سيارة فيراري يا حبيبي، اريد سيارة سباق، سيارة غالية. خلاص هي سيارة باص، لا تعاركون على باص عمي، واحد منكم سيارة لا تخلونا ناخذ اشتري منكم هسه. فضوا ودي الاوادم. الحمد لله والشكر خلصنا الباص. يلا سيارة بعدها. ام زعري مرة ثانية زعري، والله خوش بيها ربح، ربحها صراحة حلو، فراح ازود عليها 11000. طيني ازود 11000 انا بالبداية حتى اخليهم يتخبلون. يلا سيارة الأخيرة، سيارة الأخيرة. شنو هاي السيارة السخيفة هاي الأخيرة؟ صدق تحجون انتو؟ شنو هاي السيارة؟ شنو هاي السيارة شنو؟ صراحة يا اخوان كان يوم جدا فاشل من ناحية السيارات، طلعنا بس بهاي السيارة، بس صراحة ربحها يعني لطيف. بس اريد يا اخي اريد انا امنيت اشتري لامبورجيني، انا امنيت اشتري لامبورجيني، فخلينا ننزل اللون، خليها لون احمر، عجبني اللون الاحمر. لا لونها رهيب صراحة، لونها رهيب، بس ولا شيء سعرها غالي صراحة يعني، شكلها جدا سخيف، بس اتوقع بس لانه بي ام، قلت لها بالخانة مال السيارات المرتبة والحلوة. دير بالك على المكتب حبيبي، لان انا حروح انام نحسيت، واليوم كان جدا سيء علي بالسيارة. يلا اي يا اخوان اليوم المعرض ما سيارات مفتح، واخيرا حشوف سيارات حلوه، سيارات بها حظ، مو باص مثل قبل شويه، باص. عرض السياره اريدك تدير بالك عليها، او لا ما اعرضها بس دير بالك عليها. يلا يلا باي باي. يلا يلا داقل لي عندي 2,335,000 دولار حتى بس اشتري بيها سيارات قويه، فبسم الله يا الله يا الله ليتس جو. لامبورجيني يا اخوان لامبورجيني. لا 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 ترى مو سيارة بعد داخل، لا لا ترى مو سيارة مو سيارة يا اخوان، اخاف اسال على سعر. اوكي لامبورجيني عندنا هنا، سخيفة هاي السيارة، هاي سخيفة. سيارة سكيلز يا اخوان هنا موجودة، هاي المرسيدس حلوة صراحة احبها، هاي لا هاي لا. اوه سوبرا يا اخوان، هاي السوبرا الجديدة، هاي ناخذها هاي ناخذها، هاي سخيفة وهاي سخيفة. اذا ناخذ لامبورجيني وناخذ السوبرا، بس نسال على سعرها بداية. زقيت والله جديدة صفر 485000، اذا ناخذها ب 400000 اذا تقبل. صراحه ما ادري ان شاء الله قبلي، وانا ادري شكلك حلو مرتب. طتني اياها والله طتني اياها يا اخوان. اوكي قبل ما نصعدها خلينا ناخذ المرسيدس هاي، بيش تبيعها لك حيوان؟ 74000 50000 ما تطيق غيرها. وين 50000 على السريع؟ يلا 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 بسرعه، وغصبه ما عليك تقبل، غصبه ما عليك تقبل. يلا عافيه عافيه، هاي السياره جي بيها بيش تي. يلا على السريع 75 تقبل، غصبه ما عليك. يلا اذا نروح يا اخوان نوديها للجراج ونطلع في الامباركي في الحلول. يو لا ترى عالميه، وي بعد تفحيط، لا 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 عالميه بعد تفحيط بعد تفحيط. يعني هاي
هاي سيارة احلام يا اخوان. تدرون شنو؟ خلنا نروح نرتبها نلونها. يا الله يا الله يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا صدم، قال منين الفلوس هذه؟ شو كنت جاب هاي السيارة؟ شلون هي؟ ربك شلون هي؟ اوه اللون الاسود رهيب، بس ما اريد لون اسود لا. يابا لون اصفر، لون اصفر قاعد لها. اوي اوي ماكو سيارة لك عيني. اصعد 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 اصعد، اريد اروح اسوي بيت راي، اريد اروح اسوي بيت راي. اريد اشوف السرعة مالتها، اريد اروح اشوف السرعة مالتها. يا اخوان خليت الشخص اللي وظفته يغسل سيارات، فهو حاليا يغسل سيارات غالبا. ويلي ترى عظيمة، بس باعوا لي يا اخوان، بس باعوا لي اياها، تستوعبون بس باعوا لي اياها. يلا سوي يا اخوان انطلاق سرعة. يا اخوان رهيب، بس هاي مو سريعة بقد ما انه شنو، ما التفحيط شوفوا حرفيا ما التفحيط، مو سريعة بقد ما نعم يا اخوان سويت جراج احلامي، حرفيا جراج سيارات احلامي. 1 2 3 بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هنا عندنا زعرة، هاي جراج، هذا اغلى جراج بالعالم، هذا جراج سيارات احلامي. هنا عندنا هاي الزعرة البي ام يا اخوان القديمة، هنا عندنا اللامبورغيني ابوس اللامبورغيني، هنا عندنا هاي المارسيدس يا اخوان الخضراء، هنا عندنا السوبرا هاي، وهنا عندنا الاودي العالية، وهنا عندنا الزعرة، واخر شيء عندنا هنا الموستنج الزرقاء. يا اخوان جراج احلامي، ذني ابيع هنا هسه اصير بين اغنى رجل بالعالم بصراحة، اريد اوصل ال 10 مليون دولار. فاذا تريدون نسوي حلقة ثانية اكتبوا لنا جواب بالتعليقات. حبكم واشاكم اخوكم ايفر، وبس مع السلامة. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do?